العائد كله هيروح ان شاء الله لاهالي الشهداء. عشان كده يمكن الاسعار شويه يعني هي مش عاليه قوي، بس شويه طبعا مش زي اسعار المباريات العاديه، لكن برضو انت في نفس الوقت ده مش حدث عادي، ده حدث عالمي. اتلتيكو مدريد من اعظم الفرق العالميه، النهارده ما شاء الله كمان بتحقق نتائج جامده جدا، سواء في بطوله اوروبا او على مستوى المحلي في الدوري الاسباني، بتضم من اعظم لعيبه في العالم، تضم من اعظم مدربين العالم وهو سيميوني. فطبعا ما فيش شك ان ده حدث عالمي، وحدث يعني متهيألي ناس كتير قوي تحب تروح تتفرج عليه. وفي نفس الوقت الناس لازم تبقى راحه انها تجمع بين حاجتين، انها تتفرج على حدث عالمي او تتفرج على مباراه عالميه، وفي نفس الوقت تبقى عارفه انها رايحه عشان برضو تساعد البلد، وتبقى في نوع من الوفاء لاسر شهدائنا اللي ضحوا زي ما قلت بحياتهم كلهم عشان كل الناس تعيش في سلام. النادي الاهلي طول عمره سباق دايما وبيجيب اعظم انديه في العالم، يعني من عبر الزمان، من السبعينات او اكشلي من الستينات. فاحنا بالنسبه لنا اتلتيكو مدريد زي ما قلت لك من الفرق العالميه، وبالنسبه لنا كانت طبعا مهمه وجودها هنا. وهي المشكله طبعا الفرق دي بتبقى مرتبطه، بالذات الفرق الكبيره بتبقى مرتبطه لسنتين ثلاثه قدام، فلما بتلاقي فريق ممكن يجي في توقيت لازم انت تحاول تبقى انت فليكسبل، او تحاول تبقى انت عندك المرونه الكافيه انك انت تلعبه في الوقت ده، لان هو مرتبط سواء بدوري او سواء ببطوله اوروبا او سواء يعني بمبارياته هو. ولهذا وعلى هذا الاساس اتلتيكو مدريد كان النادي الوافق يلعب يوم 30 ديسمبر. وزي ما انت شايف ان في ناس كتير قوي هتبقى طبعا اجازه عشان كريسمس ونيو يير او راس السنه الميلاديه والكريسمس، عيد الكريسمس، لكن اتلتيكو مدريد الوقت ده هو اللي حدده يوم 30. وعشان كده النادي الاهلي زي ما قلت من منطلق سعيه ومن منطلق واجبه الوطني واجبه الاجتماعي للبلد وافقنا ان احنا نلعب الماتش، وعزمنا ناس اللعيبه من بره بحيث ان تبقى مباراه عربيه مصريه او مصريه عربيه. السلام ضد الارهاب.